أخبار اليوم. النهارده واحنا بنحتفل بأعياد الربيع وخصوصا عيد شم النسيم هنلتقي بموهبه ونجم صغنن اسمه مومادو. مومادو نجم المستقبل، اهلا بيك يا مومادو. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كلمنا بقى، احنا بنحتفل بأعياد الربيع وشم النسيم، انت بقى ونجم المستقبل والنجم الصغنن بتاعنا، بتحتفل بعيد شم النسيم ازاي؟ انا بحب اقضي مع اليتامى. الله، ده حاجه جميله جدا. بتعمل ايه يعني؟ بتقعد تقضي معاهم اليوم ازاي؟ بقعد العب معاهم كده وساعات تقديم هدايا. طيب بعيدا عن اليتامى، انت نفسك بتحتفل مع اسرتك بالعيد ازاي؟ البيض الملون، يعني دايما طقوس شم النسيم ارتبطت بالفسيخ والرنجه والبيض الملون، كلمنا بقى عن الحاجات دي. هو احنا في البيت بنسوي البيضه ونلونها، اول ما نخلص تلوين بنشوف اني احلى بيضه وناكلها. بتحب اكتر لون ايه في البيض الملون؟ اكتر لون الاحمر والاصفر. يعني انت اللي بتلونه بنفسك؟ اه. بتلونه بقى الوان صحيه، عارف بيتلونوا ازاي؟ اه، بالالوان الخشب. الوان خشب. في ناس بتعملها بالخضره وبالبصل وبالبنجر عشان تطلع ملون، تعرف الحاجات دي؟ لا، دي حاجه جديده عليا. دي الالوان الطبيعيه. ماشي. واخواتك بقى بتعمل معاهم ايه؟ بنعمل معاهم مسابقه احلى بيضه ملونه. اه، يعني انتوا كلكم بقى بتشتركوا في البيض الملون. وبتجيبوا لبس جديد ولا مش بترتبط عندك شم النسيم بلبس جديد؟ احنا بنجيب لبس جديد في الاعياد اللي بتاع العيد الصغير والعيد الكبير. الحاجات دي. وساعات برضو بنجيب لبس جديد في شم النسيم. بتحب تخرج في الجناين الاماكن المفتوحه ولا بتحب تقضي في البيت احسن؟ بروح النادي بلعب بالعجله. انا كان بابا لسه بيغششك بقى، بيقول لك ايه بتعمل ايه في النادي بقى؟ بلعب مع اصحابي في النادي وبنركب العجله ونشوف اني اسرع واحد. يعني بتتعملوا ماراثون كده بينكم وبعضين؟ اه. طيب احنا اتكلمنا بقى عن البيض الملون، الفسيخ والرنجة حكايتك ايه معاهم؟ الفسيخ والرنجة يعني ما بحبهمش قوي عشان الريحه. اه، يعني ما بتحبش انت الفسيخ والرنجة خالص ولا بتحب حاجه شويه عن التانية؟ لا، ما بحبهمش خالص. خالص؟ خالص. يعني بتكتفي بالبيض الملون؟ اه. طب والملانه؟ ايه الملانه دي؟ الملانه دي اللي بتبقى عامله زي حمص الشام الاخضر دي اللي بيجيبوها، عامله الزرع كده. اه، حلوه. بتجربها؟ يعني بس شم النسيم بيقتصر عندك في البيض الملون، ما بتعملش اي حاجات تانية طقوس ليكم خاصه معينه؟ لا. بتجيب شوكولاتات؟ في شوكولاتات بتتباع كده تبقى على شكل برضو بيضه وحاجات اشكال كده يعني. اه، ما بجيبها زي بيضه كيندر كده. والله. طب عايز ارتبط عندك التصوير قبل كده كان في عيد شم النسيم ولا دايما بتقضيه بيبقى عندك اجازه؟ ساعات وساعات. ساعات بيكون عندي في شم النسيم تصوير، ساعات ما بيكونش. طب انا بقى عايز اتكلم عن مومادو بقى، الانسان ورا الشاشه، بتبقى ايه طقوسك؟ يعني كل الناس بتبص اول ما بتشوفك مومادو الفنان النجم بيبص لك على انك سوبر ستار وانت سوبر ستار، بس انت بقى في حياتك الطبيعيه بتبقى تعمل ايه؟ تكلمنا بقى عن مومادو الانسان. بعيش حياتي كده حياه عاديه لكني انسان عادي، بس ورا الكاميرا بكون جريء وما بتكسفش وما بكونش خايف من الكاميرا. انت بترتجل احيانا يا مومادو؟ اه. دي بتجيلك كده ملكه ولا بابا مثلا بيكون قاعد قبليها بيديك حاجات كورسات قبليها في حاجات زي كده؟ لا، دي ملكه. ايه اكتر حاجه انت عملتها وكانت عجبتك وسمعت مع الناس قلتها كده من وحي خيالك؟ يعني فيلم مثلا؟ اه، في اعمالك كلها سواء مسلسل او سينما. احلى فيلم عندي كان امن دولت. امن دولت؟ ايه بقى عملت فيه؟ ده كنا المفروض ان مامتي مسافره وعندنا واحد قاعد معانا، وانا بقى بكون عايزه اطير عشان احتفل بعيد ميلادي مع بابايا، فهو بيقول لي هعمل لك احلى عيد ميلاد، وبنعمل عيد ميلاد وبنروح الملاهي. انا شفتك لابس لبس سوبرمان قبل كده. اه، ده عشان انا بحب اطير في المسلسل. ولا بتكون بتشوف الحقيقه؟ لا، مفيش حد بيطير في الحقيقه. قول لي يا مومادو، انت صوتك حلو صح؟ صح. طيب ينفع واحنا قاعدين معاك كده نسمع منك حاجه؟ أغنية؟ اه، تعرف تغني حاجة بقى عن شم النسيم؟ تحبي مين مثلا اللي غنى العيد الربيع؟ ليه الدنيا ربيع والجو بديع؟ لا، عايزك تتمثل يا اخويا، ده انت نجم، اديك بقى المايك كده وتعمل مع نفسك. بس انا مش حافظها. يعني ماشي، ايه الرياكشن يعني؟ الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على شط المواضيع، قفل 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 قفل، ما فيهاش كاني وما فيهاش ماني، ماني ماني ايه الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع. الله يا مومادو. طبعا مين اللي كانت بتغني الاغنيه دي؟ مش عارف.
سعاد حسني. سعاد حسني. بتحبي سعاد حسني؟ بحب اغانيها. اكتر فنان بتحبه للاطفال كان غنى الاطفال مين؟ اكتر فنان غنى للاطفال في محمد فوزي غنى للاطفال، في حماده هلال. حماده هلال بيكون تحب انت حماده هلال عشان طلعت معايا صح؟ سمعت اغاني، حابه من اغاني ليها حلوه كده. قولي يا مومودو، النجم طبعا بيبان دايما بشكله، الستايل بتاعه بيبقى ليه شكل معين، انت ارتبطت مع الجمهور بستايل كده وكاركتر محافظ عليه؟ يعني حد قال لك قبل كده بقى غير فورمه شعرك؟ انت حبيت مثلا زهقت من الموضوع الشكل المعين؟ اكلمني عن لوك نفسك كفنان بقى مرتبط بقى. انا بحب شعري كده بيكون كيرلي، بيكون حلو كده. يعني ما جربتش مره تقصه عامل كده زي عبد الفتاح جنيني محتفظ بشكل معين لشعرك؟ لا ما بحبش اقصه، بحب اعمله كده كيرلي عشان بيكون راكور في المسلسلات والافلام. بتكون راكور في المسلسلات، لكن ما جربتش مره تقصه؟ لا. يعني لو حد قال لك اعمل فكره جديده انك تعمل شعرك بلوك تاني مش هتحب؟ لا. قولي بقى في اللبس بتاعك والتصوير والملابس وكده، بتلبس ايه؟ بتختار من محلات ايه؟ تحب الكاجوال، تحب الكلاسيك؟ مين اللي بيختار لك الالوان الديزاين؟ انا بحب اختار لنفسي الالوان كده، الوان مبهجه، الوان الربيع، الوان كده ملونه، حاجات كده ملونه، حاجات اللي هي فيها الوان المتفائله كده، الاخضر والاصفر وكده. طب الالوان ما بتحبهاش ايه يا مود؟ الاسود. يعني اسود بيليق على كل الالوان. بس انا ما بحبوش عشان كده اسود، يعني كئيب صح؟ بنحس انه كئيب. بس الاسود اللون الوحيد اللي انا ما بحبوش، بس الالوان كلها مبهجه وحلوه. طب قولي يا موضوع، عايزين نعرف ايه مشاريعك الجديده بقى، عايزين واحنا معاك كده ننتهز الفرصه تقول لنا مشاريعك الفنيه الجديده. يعني التصوير اللي انت بتصور فيه ايه؟ اللي عندك دراما، عندك سينما، يعني حاجات ما تحرقش الاحداث، بس شغلك الجديد ايه؟ عندك ايه الجديد؟ ما فيش حاجه جديده. اللي هو مش في الفيلم اللي انت طالع فيه مع تامر؟ ده مسلسل، ده فيلم. ده سينما. ممكن تامر اول مره تقابله صح؟ ده اول مره، اول حاجه صوره معايا. وانا كنت مبسوطه قوي ان انا صوره معايا. بتحب تامر انت على الحقيقه؟ شكله اطفال، يعني بيحب الاطفال هو جدا تامر. ده عمل حاجات كتير حلوه. شايف التجربه معاه ازاي؟ يعني انت قلقان عشان اول مره تتعامل معاه، ولا حاسس هيتعامل معاك زي انكل اشرف وكده؟ لا انا حاسس ان هو كويس، هيكون كويس معايا كده. بتذاكر من دلوقتي؟ يعني بتحضر للموضوع من دلوقتي ولا لسه؟ لا هو لسه الحاجات ما اتكتبتش، لسه في مرحله الكتابه. طيب بقيه المشاريع بقى، المسلسلات اللي عندك اللي هتتعرض في رمضان تقريبا كده، في اللي هو بتاع رانيا، استاذ بلبل وحرمه، ده هيتعرض في رمضان ان شاء الله. و قول لي انا بقى عن دورك كده بتعمل ايه فيها من دون حرق الاحداث، بس انت طالع ابن مين؟ طالع طيب ولا شرير في الدور؟ في دور اللي هو بتاع الطيب والشرس والطويل ده في المسلسل. في المسلسل بتاع بلبل وحرمه انا بكون ابن رانيا. لا ايوه ابن رانيا وابن هشام عباس التاني ده. كويس. شايف الطفوله يا مومودو، والناس بتعبر دلوقتي عن الاعمال اللي انت شايف الاعمال الفنيه دلوقتي، شايف انها بتشبع قدراتك كطفل؟ يعني انت لسه صغير، شايف ان انت مبسوط بالاعمال اللي بتشوفها الاطفال، ولا نفسك تتقدم حاجات اكتر من كده تعبر عنك كطفل بقى؟ انا بحب اقدم حاجات كتير قوي للاطفال، وبكون بحب الادوار الشقيه للاطفال. الطفل الشقي المشاكل صح؟ نفسك تبقى سفير للاطفال؟ يعني تبقى تمثلهم في اي حاجه، تبقى تروح ملاجئ الاطفال المتضررين في الحروب والحاجات دي، زي السفره بتوع الناس الكبار. عايز تبقى كده؟ يعني مش فاهم قصدك. يعني بص، السفراء الكبار بيمثلوا شريحه معينه من المجتمع، على اساس ان ما بيروحوا في الاماكن الانسانيه، الاطفال بتوع المجاعات، الناس اللي بتعاني من الجوع، من الحاجات، المشاكل الانسانيه. انت نفسك بتعبر تبقى سفير للاطفال؟ ممكن. عن مشاكلهم وعن الاحداث، الاطفال اللي انت بتتعرض للاعتداءات والحروب صح؟ قولي بتحب الكرتون يا مومودو؟ قوي. ايه اكتر حاجه تحبها في الكرتون؟ الكرتون بحب فيه مرسوم كله، ما فيش حاجة متصورة، وبيرسموا كويس وبيعرفوا يرسموا عشان هما متدربين. توم اند جيري أخباره إيه؟ توم اند جيري
قديم قوي بس انا ما بتفرجش عليه، بتفرج على الكرتونات النيو الحديثه.